يا أمير المؤمنين، يا خليفة الداعشيين، هل يجوز أن نشرب الماء بالإبريق هكذا؟ لا، إن فتح البوز لدخول الماء فيه إيحاء، وهذا في دولتنا لا يجوز. إذن يا خليفة الداعشيين، هل يجوز أن نشرب الماء هكذا بالشليمونة؟ لا، إن مص الماء بالشليمونة فيه إيحاء، وهذا في دولتنا لا يجوز. إذن يا خليفة الداعشيين، هل يجوز أن نشرب الماء بالكوب هكذا؟ لا، إن الكوب وإن لامس شفتي الذكر فقد يهتاج ويشكل القطر على البهائم والبشر، وهذا في دولتنا لا يجوز. إذن يا خليفة الداعشيين، كيف لنا أن نشرب الماء؟ هكذا نشرب الماء في دولة الداعشيين.